تعالوا النهاردة نعمل حاجة حلوة قوي وأكلة جميلة وبسيطة، وبتحتوي دي بقى بتحتوي على البروتين، وفي نفس الوقت بتحتوي على كمية خضار حلوة قوي، بروتين نباتي وفي نفس الوقت بروتين حيواني. يلا خلينا نقول سلطة الفراخ مع الفاصوليا البيضة، صدر فرخة مشوي، خس مشكل، ثمرة أفوكاتو، حزمة جرجير، عودين بصل أخضر، علبة فاصوليا بيضة، نص كوباية فلفل ألوان، عود كرفس، الصوص بقى كوباية خل بلسمك، معلقة زيت زيتون، معلقة سكر، معلقة خل أبيض، ملح وفلفل أسود، ومعلقة عصير ليمون. السكر هنخليه سكر بني. يلا خلينا نقول بقى الطريقة والبساطة والحلاوة والجمال في إن إحنا نقدم السلطة دي بأنهي طريقة وبأنهي شكل. خلينا ناخد صدر الفرخة وبعد كده نتبله بكل بساطة. يلا شوية ملح صغيرين قوي، شوية فلفل، مش عايز اكتر من كده. ممكن اضيف عليها كمان شوية مستردة، ممكن اضيف عليها سنة ليمون صغيرة، لكن انا عايزها هاكلها بطريقة هيلسي او بطريقة صحية وتنفع قوي في الدايت وتنفع كمان في الناس اللي بتعمل حمية غذائية كويسة. طاسة موجودة على النار وابتدي احط شوية زيت صغيرين، اوزع الزيت بانتظام بالشكل ده. وهاخد صدر الفرخة بتاعي لغاية ما الصدر بتاعي يستوي كويس جدا، هبتدي اعمل الصوص او هبتدي اعمل الميكس بتاع السلطة، احط كل المكونات دي كلها على بعض. شيل الكيوكارد ده هنا كده على جنب، ودول كمان. الميكس بتاعي نجيب بولة بس، شوية خس بكل بساطة، البصل الأخضر الجميل، شوية فلفل ألوان، دي من السلطات اللي بتبقى شكلها حلو قوي بتبقى جميلة كمان في التقديم، وشوية جرجير، والبقدونس بتاعي كرفس. كل الميكس ده كله هبتدي احطه مع بعض. عندي كمان هنا بلانشا تاني علشان ابتدي اخد الافوكادو. الافوكادو من الحاجات الجميله قوي، احنا عملنا فيها حاجه كويسه جدا بعد ما قشرناها، حطينا عليها شويه عصير الليمون علشان ما يسودش، لان هو بيحتوي فيه شويه اسيد كتير. فكل الحاجات دي كلها اول ما بتيجي تشم الهواء فبتسود، فاحنا بنحافظ على ده ازاي؟ الاسيد اللي موجود في قلب الليمون او اللي موجود في الليمون بيبتدي يعمل عمليه طبقه وغلاف عليه، ما بيخليهوش يسود بسرعه. هبتدي اخد الافوكادو بتاعي، هنقطعه كيوبس او نص سلايس كده علشان احس بطعم الافوكادو، واخد دول كده واحطهم هنا. طبعا بنتابع الفراخ بتاعتنا، بشوفها وصلت لايه، برفعها بسيط كده، الله استوت اهي، وبعكسها شويه كمان علشان تعمل لي مارك حلو قوي وشكل حلو. طبعا الافوكادو من الحاجات اللي بتعتبر من الدهون الصحيه وبتدي باور وطاقه حلوه قوي للجسم. طبعا الناس اللي بتعمل نظام غذائي او حميه غذائيه معينه زي ما احنا قلنا بننصحهم بالموضوع ده. تعالوا بقى نقلب الميكس الجميل ده، بقلب اخر حاجه معاه، بصوا سلطة جميلة قوي أنا بصراحة بعشقها يعني. تعالوا نقلب دي كمان. إن
تشيل دول، حط بقيه عصير الليمون هنا. هنعمل الصوص بطريقه حلوه وبسيطه، خلي دول كده كمان على جنب، وشويه الفاصوليا. الصوص بكل بساطه، فينا عندي الكيوكارد. الصوص بكل بساطه احنا هنعمل صوص البلسامي، معلقه زيت زيتون، معلقه سكر بني، لو ما فيش بني هنعمل سلطه سكر ابيض، معلقه خل ابيض، ملح وفلفل اسود، معلقه عصير ليمون. بكل بساطه انا بجيب الزيت بتاعي، دول شويه زيت صغيرين قوي، الزيت ده خليه هنا علشان نبتدي نشوفه بطريقه بسيطه. طيب احنا عندنا اكتر من نوع من انواع الصوصات. الصوصات بتتكون من حاجتين مهمين قوي، بتتكون من حاجه اسمها ليها قوام ثابت، وفي حاجه كمان ليها قوام مش شبه ثابت او شبه دائم، اللي هي بتحتوي على المستحلبات. يعني ايه المستحلبات؟ يعني انا يكون عندي المايونيز فيفضل فتره طويله عندي ثابت، ما يفصلش عن بعض. ما يفصلش ازاي؟ علشان نقرب المسافات لحضراتكم، زي بالظبط لما باجي اغلي لبن واللبن بتاعي يقطع لاي عمليات، مثلا زي مثلا النار هديت مره واحده، زي مثلا اتحط من بارد لسخن فقطع. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه مهمه قوي، اللي بيحصل ان انا محتوى الدهن بيفصل خالص عن محتوى الميه او الرطوبه اللي موجوده. طيب اللي احنا بنعمله دلوقتي ايه؟ بنعمل صوص البلساميك او صوص خل البلساميك. صوص خل البلساميك مش ثابت، او مش القوام بتاعه الكريمي ما بيكونش قوام ثابت علشان يفصل ده عن ده. طب انا بشتغل ازاي؟ بحط الزيت بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وببتدي اقلب، احط السكر، ده بعمله عمليه استحلاب، لكن مش استحلاب دائم زي المايونيز، ده السكر البني. ولو بعد ما اعمل موضوع الخل البلساميك وبعد الحاجات دي كلها، اللي بيحصل لو انا حطيت عليه معلقه مايونيز فبيبقى ايطاليان دريسنج، واحط معاه شويه برينوزات فلفل. اهلا 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 اهلا، ايه المفاجاه الجميله دي جلال؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. عامله ايه الحاجات الحلوه دي؟ الحاجات الحلوه دي عشان انا لو اعرف ما كنتش عملت سلطات. انا النهارده يا جماعه قررت ادخل لجلال بيتك ومطبخك اعمل له مفاجاه، لقيت نفسي خلاص بقى بدري ميك اب وبتاع والحاجات دي، وانتوا عارفين التجهيزات، وشم ريحه حاجات حلوه، وتخيلوا بقى دي سلطات. سلطات يعني، خدي بالك ان دي سلطات. كنت اقول لك ودي سلطات يعني، شم ده سالمون صح؟ لا ده فراخ. دي فراخ. اوكي ماشي، تعالي اقول لك كده سريعا احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل السلطه الجميله دي، سلطه فراخ بالفاصوليا البيضاء. دايما كنت انا لسه بقول للناس ان احنا بنعتمد اعتماد كلي ان السلطات بتاعتنا تكون سلطه بلدي، سلطه فتوش، سلطه تبوله، مش الحاجات اللي احنا متعودين عليها. بتعتمد اعتماد كلي على الفيتامينز اللي موجود في قلب الخضار. لكن احنا النهارده لازم نخلي الحاجه بتاعتنا او السلطه بتاعتنا بتحتوي على بروتين نباتي وبروتين حيواني. فدخلت الفراخ ريحتها حلوه قوي، انت حطيت عليها ايه؟ ملح وفلفل بس. ده نفس بس. لا بجد؟ والله. لا يعني مش حطيت عليها اي صوص ولا ده يمكن ولا الحاجات دي ولا اي حاجه. احنا لسه هنعمل الصوص زي ما انا كنت لسه بشرح للناس ان احنا هنعمل الصوص بتاعنا صوص خل البلسامك. صوص خل البلسامك من الحاجات الحلوه قوي، حطيت ومفيد متهيألي، ومفيد جدا جدا. ماشي، احنا حطينا ايه بقى؟ بصي، شويه سكر بني. اوكي. مع الزيت، شويه عصير ليمون. حلو، خلي بالك انا بعرف اطبخ. ما انا لسه عايزه اعرف بقى منك انت بتطبخي ازاي وبتطبخي بعمل ايه. بعمل كل حاجه، بعمل كل حاجه يعني، مش قادره اقول لك ان انا نقف هنا عشان الاضاءه، معلش انا اسفه طبعا انا دخلت عليكم مفاجاه فمش مظبطين الاضاءه كده، بس يعني مش مشكله معلش. كده حلو يا استاذ صلعت؟ تمام ماشي استاذ صلعت نجمك كلام بنات. ربنا يخليك. لا بعرف انا دي كول سلو صح؟ دي كول سلو. انا بعمل كول سلو حلو قوي، ما هقول لك طريقتي. احنا خدي بالك احنا النهارده هندوق كمان يعني، احنا هناكل. انا خلي بالك انا لا افطرت ولسه ما اتغديتش، بتغدى بقى لما بعد كلام بنات كمان. فيعني هننقنق كده حبه حاجات مع بعض. لا انا بعمل اكل طبعا حلو جدا، بس اكيد مش احلى من اكلك يعني. انا بقعد يا جماعه اتعلم من جلال بجد والله، بقعد كل شويه جلال اعمل كذا ازاي كده مش عارفه ازاي، بطبخ حلو جدا ما بعرفش اعمل. مش هتصدق ايه؟ ايه؟ هتضحكوا عليا؟ هتفاجئني يعني. الرز. الرز بيعجن معايا. طيب بصي إيه هو دايما استني نقلب دي كده، ما تيجي تساعديني نقلب. يلا اديني.
دايما الرز لما انا باجي يعني اسوي الرز اواجي ان انا ليه عوامل نجاح. زي ما في كل حاجه ليها عوامل نجاح وعوامل فشل. عوامل نجاح الرز حاجتين. ايه بقى؟ ان انا اغسل الرز كويس. حلو. واصفيه ويتصفى كويس جدا. اوكي. وبعد كده بعد ما بنزله في الحله ابتدي اقلبه بالراحه، اشوحه كده شويه. بس مهم قوي ان انا الرز بتاعي يكون ناشف، ما يكونش فيه ميه. تصدق هي دي ممكن احطه بالميه بتاعتي اروح حطاه. الميه عندي لما باجي اسويه في قلب الحله وهي سخنه فبيعمل ايه؟ بيبتدي يعجن معايا، وفي نفس الوقت الرزايه بتتكسر. ايوه ده. اجي احط بقى مقدار الرز مقدار الميه يبتدي يعجن. مع كوبايه رز احط كم ميه؟ مع بصي، هو غالبا الرز الموجود عندنا مش ملهوش قاعده ثابته. لكن انا مهم قوي ان انا الميه تكون فوق الرز بحوالي عقله صباع. اوكي. يا جماعه شفتوا يعني انا بعرف يعني لعلمك ناس كتير بتعمل الموضوع ده، يعني بيعرفوا يطبخوا لكن الرز بيعجن منه. بيعجن منه. ومع انها حاجه بسيطه جدا. احنا لما بنيجي نمتحن او بيجي يختبرونا بيختبرونا في حاجه بسيطه قوي. ايه بقى؟ تخيلي ايه؟ بيض اومليت. بجد؟ والله. لو ما كناش نعرف نعمل ازاي بيض اومليت. خلاص كده انت. مهم قوي بقى، انت عملتي حركه كده. دي بتعمل ايه؟ احنا عندنا الياف. اي نوع من انواع اللحوم بتبقى الالياف بتاعته طوليه. اوكي. تمام. حلوه قوي. فلما بتيجي بتاخد صدمه من على النار اللي بيحصل لها ان هي بتبتدي تحتفظ بكل العصاره اللي موجوده وبتبتدي تحتفظ بكل المحتوى اللي جوه. حلوه. ما بتفقدهوش. فايه اللي بيحصل؟ لازم نضغط عليها بقى. لا كده. كل ما بضغط كل ما بتفقد هي العصاره. ايه ده؟ يعني انا الضغطه دي غلط؟ غلط. بجد؟ اوكي. معلش يا جماعه بقى، ما هو انا مش الشيف جلال. لا، ما احنا لازم احنا بس انا كنت فاكره ان هي لما نعمل كده علشان يعني تستوي اكتر. لا، ما هي ما هي فعلا بتستوي. بس اللي بيحصل ان انا لما باجي اكل حته الفرخه او حته اللحمه بحس ان هي جلد. لكن انا لما اسيبها كده تبتدي تعمل ايه؟ العصاره اللي موجوده والنار تكون هاديه بتبتدي هي تلون الفراخ من بره وفي نفس الوقت تستوي من جوه، ومن جوه الميه اللي موجوده اللي محبوسه جوه. أوكي. تبتدي تسوي الفراخ وتيجي تاكليها. معلومات يا جماعه والله العظيم بمليون جنيه. والله العظيم تلاقيها تندر وتلاقيها جوسي. طيب. أوكي. لو انا مش عارف ان انا اسوي حته الفراخ دي اسويها ازاي، بعد ما بعمل كده بجيب غطا شويه ميه صغيرين. حلو. واقوم مغطيها. ايه اللي بيحصل؟ بس وهي بتتشوي؟ وهي بتتشوي. اوكي. ايه اللي بيحصل؟ ايه بقى؟ كميه البخار اللي طالعه بتعمل نفس العصاره اللي موجوده في قلب الفراخ او نفس حته البروتين اللي موجود. اوكي. طب قول لي انت دلوقتي، انت دي 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 حمص، سلطه حمص. دي سلطه حمص. تعالي الاول نغرف دي. قول لي بقى اساعدك في ايه وانا اعمل لك. تعالي نجيب دي كده حلوه، نغرف السلطه بتاعتنا دي. اوكي. دي مكوناتها ايه؟ فلفل الوان. فلفل الوان، افوكادو. ماشي. فاصوليا بيضه. حلو. بصل اخضر. ماشي. بصل اخضر مش احمر. لا، بصل اخضر. هو البصل كمان انا مفيد، يعني البصل مفيد جدا. البصل من الحاجات الجميله جدا طبعا المفيده قوي كمان. تعالي كده نشوف حته الفراخ بتاعتنا وصلت لايه. بصي استوى كويس. حلو. طيب. هتقطعها بقى سلايس كده طولي. هنقطعها سلايس طولي. في حاجه بقى مهمه جدا ان انا حته الفرخه او حته اللحمه بعد ما تستوي اسيبها حوالي دقيقه تعمل عمليه ريست او تعمل عمليه راحه لحته اللحم. يعني ما قطعهاش على طول. ما قطعهاش على طول. أوكي. ليه بقى ما قطعهاش على طول؟ لان زي ما انا قلت لك الانسجه دي بيضرب فيها الميه والجوس اللي موجود فيها فبتبتدي تتمدد. اول ما بتيجي تقطعي ايه اللي بيحصل؟ ان الانسجه دي بتقوم لما تاني وتفقد كل العصاره اللي موجوده فيها. أوكي. يبقى انا لازم في الاكل ليه بره حلو وفي المطاعم ليه مختلف، ان احنا دلوقتي لما نيجي نعمل حاجه اسمها طريقه طهي، طريقه تسويه. خدي بالك في فرق بين طريقه الطهي وطريقه التسويه. ايه ده بجد؟ طب ما تعمل حلقه على الموضوع ده، ان احنا يعني مش اي حد بيطبخ، يعني سوري كلنا بنطبخ لكن مش اي حد بيبقى ممكن تقيلها برده في البرومو بتاعك. بصي مش كل الناس بتطبخ. لكن الطبخ للناس كلها. لكن مش اي حد شيف يعرف يطلع اكل المطاعم ده. الشيف لازم يكون عنده خبره ولازم يكون بيساعد كويس جدا ان انا اقدم المنتج المصري بتاعي واساعد الناس ان هي تاكل ازاي صحي وفي نفس الوقت المنتج اللي قدامي اقدر اطلع منه اكتر من. انت المفروض تعمل حلقه بقى يا جلال عن الاخطاء اللي كل الستات المصريه بتقع فيها. بصي الست المصريه يعني في كتير طبعا على السوشيال ميديا اول ما بتلبس جاكيت فبتقول شيف. كلمه شيف دي انا لما باجي اقدم مثلا في انترفيو او في حاجه فالانترفيو اول حاجه عدد سنين خبرتي مش عدد سني كام.
ليه بقى؟ عدد سنين خبرتي بيعتمد على نسبة احتكاكي. احتكاكي دي ايه بقى؟ احتكاكي بشيفات واحتكاكي بماتيريال، بمادة، بخامات. مهم قوي كمان ان انا عشان ابتدي اكون اقول على نفسي شيف، اعرف المحاصيل الزراعية اللي موجودة في مصر علشان اقدر اطلع منها منتج، وعلشان اقدر اطلع منها طريقة حلوة للطبخ. اقدر اعرف المحاصيل الزراعية موجودة طوال السنة ولا لا. موضوع مش سهل على فكرة، يعني مش اي حد شيف يقول على نفسه شيف. يلا وسبتها زي ما انت قلت شوية، سبناها شوية علشان تتماسك كده مع بعضها. والله بجد يا جماعة بنعمل حاجات فعلا كتير جدا غلط في المطبخ، وحاجات بسيطة. انا عن نفسي بعرف اطبخ، بس ما الفراخ تطلع من على البتاع اروح طلع مقطعه على طول الاقيها فعلا. تعالى اقول لك على سر حلو قوي. ايه؟ كاميرتك العكس. لا دي دي كاميرتي. دي الكاميرا صح؟ انا برغبط على فكره. كده كده يا جلال ماشي. طب انت هتيجي معنا امتى تضيف في كلام بنات بقى؟ انت اموري بجد والله. محتاجين والله. محتاجين حلقه برضو كده، فقره نعمل فقره كده بالشكل الجميل ده برضو شكل. ماشي. جبنه بارميجان بقى، ممكن جبنه بارميجان، وممكن كمان جبنه رومي، وممكن عشان الفلوس اللي موجوده مع الناس ما نقدرش نقول لهم ايه جبنه بارميجان جبنه رومي. يا جماعه جبنه فلامنك، اي حاجه مبشوره تترش على الوش تبقى لطيفه. ده الخل البلسمي. ماشي. الله بضيف. الطبق ده بتاعي يا جماعه. لا لسه السلمون. لسه السلمون. ايه ده في سلمون لسه؟ طبعا السلمون هنعمله. طيب احنا نطلع فاصل صغير ونرجع نعمل السلمون سريعا، بس قبل ما انا اقول الفاصل هي اللي هتطلع بينا فاصل. لسه مكملين معاك وبيتك ومطبخك مع الشيف جلال، لكن بعد الفاصل.